قلة عدد المدارس وضعف العملية التعليمية واكتظاظ الصفوف بالطلاب أثر بشكل كبير على مستوى الفهم والإدراك لدى الطلاب، الأمر الذي دفع جميع العائلات للبحث عن بدائل لأبنائهم مثل الدروس الخصوصية ومعاهد التقوية ذات التكاليف الباهظة. أوائل هواي ما عندها فلوس إنه تاخذ دروس خصوصية، المدارس زخم بها هواية، فماكو مجال حتى المدرس إنه بالصف، يعني الصف بستين سبعين طالب فما يسيطرون عليه. دروس ومعاهد أرهقت كاهل أهالي محافظة ديالى، ما شجع السيدة حميدة محمود في حي اليرموك على إنشاء معهد خاص بالتعاون مع مدرسين متبرعين لتعليم أبناء تلك المنطقة الفقيرة ومعظمهم من النازحين والفقراء. الحمد لله وشكر الله وفقني وفتحت هذا المعهد، ولأن فتحته بالذات هنا بمنطقة فقيرة، يعني أكثر العوائل ثلاث أرباعها عوائل يعني نقول الكفاف، ما عندنا يعني اللي يجون يمنا كلهم عوائل أيتام ونازحين وعوائل متعففة. المدرسون المتبرعون أكدوا أنهم ماضون بمشروعهم خدمة لأهالي محافظتهم وللتخفيف عن كاهل العائلات الفقيرة. الغرض منا أو الهدف منا مجرد مساعدة الطلبة لا أكثر ولا أقل، بدل ما يروحون بباقي الأماكن وينطون مبالغ مالية أو مبالغ خاصة يعني بيهم يصرفون، إحنا بالمجان للأجر هنايا. أما ذوي الطلاب فقد رحبوا بالفكرة التي خففت عنهم الكثير من الأعباء المادية، فيما شكروا طاقم المعهد على بذلهم جهودا كبيرة في تعليم أبنائهم. بذلوا جهود احنا ما نبذلها يعني نجهالنا، يعني هم ابد ما قصروا وياهم، ومن ناحيه التدريس يعني كل المواد من جميع المواد من الابتدائيه لحد السادس جميع المواد وما قصروا بها ابدا، واحنا نشكرهم. وتؤكد اخر الاحصائيات لمنظمه اليونسكو ان الاميه في العراق بلغت 47% في وقت كان العراق قد حاز على المرتبة الأولى في مكافحة الأمية في نهايات القرن الماضي وفق اليونسكو أيضاً.